فإن الممارسة أيا كانت لمعصية الله ومخالفته يصحبها 5 أمور، إذا تحققت أو تحقق واحد منها كان ذلك مخرجا عن حد التدين المطلوب. فالأمر الأول استكبار الذنب واستعظامه بحيث ييأس الإنسان من رحمة الله ويقنط منها ويستمرئ الذنب ويستمر عليه، فهذا من أكبر ما يخالط الذنوب ويقارنها من القرائن المفسدة للاعتقاد والمفسدة للعلاقة بالله سبحانه وتعالى، لأن اليأس من رحمته من أكبر الكبائر المقصية من رحمته. قد قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيخرج بهذا من حد التدين. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقانط من رحمة الله لا يمكن أن يكون متدين. القرينة الثانية هي استصغار الذنب واحتقاره بحيث يتجاسر الإنسان عليه، وهذا يؤدي إلى أمن مكر الله، فيكون الإنسان آمنا لمكر الله ولا يستشعر رقابته وأنه بالمرصاد وأنه ينظر إليه ويراه. فأمن مكر الله مثل القنوط من رحمته، وقد قال الله تعالى في أمن مكره: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والقرينة الثالثة الإصرار على الذنب، فالإنسان إذا وقع في ذنب وبادر للتوبة فهو من المتقين، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. في القراءة السبعية الأخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالطائف هو نسيم الهواء الذي يمر مرورا عابرا، والطيف هو ما يراه المنام وهو سريع أيضا، فكلاهما ما يغشى الإنسان من زلل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، إذا كان سريع الأوبة والرجوع عنه فإنه لا يضره ولا يخرجه من التدين. أما إذا كان مصرا عليه واستمر عليه فإنه سيسحب عنه ثوب العافية، وإن تكرر عافا إلى المجاهرون. فمن كان مصرا على الذنب فإنه سيذهب منه الحياء من الله، لأن الملائكة يقدمون التقارير: يا ربي عبدك فلان اقترف الذنب الفلاني، ثم في المساء: يا ربي عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي اقترفه في الصباح، ثم في الصباح اليوم الموالي، وهكذا في مساء اليوم، وهكذا. فتراكم التقارير عند الله جل جلاله فيزول حياء الإنسان من الله جل جلاله. وإن تكرر مع التوبة شيخنا؟ لا، ما دام الإنسان يتوب إلى الله وينوي أن لا يعود، تكون التوبة صادقة ثم يقدر عليه أن يعود، فلا بأس، لأن البخاري أخرجه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب فقال: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. القرينة الخامسة، هذه القرينة هي قرينة الإصرار، تكبر الصغائر في بعض الأحيان، كما قاله كثير من أهل العلم مثل ابن حجر الهيتمي وغيره، تجعلها كبائر، وأيضا تكبر الكبائر فتجعلها فواحش. فالله قسم الذنوب إلى هذه الأقسام 3، فقال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاللمم هو الصغائر، وفوق الصغائر مرتبتان: كبائر ثم الفواحش. القرينة الرابعة، لا، القرينة الرابعة من هذه القرائن هي الإصرار. لا، الإصرار هي الثالثة. طيب. الجهر بالذنب. فالمجاهرة بالذنب هي دعوة إليه، لأن الإنسان إذا كان يختفي بذنبه ويستره فلا يدعو الآخرين إلى اقترافه، والإنسان ما دام لا يتعود على رؤية معصية فإنه يقشعر جلده إذا رآها ولا يطمئن لرؤيتها، أما إذا تعود عليها فكثرة المساس تزيل الإحساس. ولذلك الذنوب الشائعة الآن في المجتمع مثل أكل الغيبة ومثل الكذب ومثل أكل الربا ومثل الغش تخف في نفوس الناس ويظنونها شيئا يسيرا. القرينة الخامسة هي الجسارة على الذنب والجرأة عليه، بحيث يزول الوازع الديني وهو برهان الله في قلب الإنسان.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تقسيما بديعا فقال إن الناس في قوة الوازع ينقسمون إلى أربعة أقسام، منهم من يكون الحاجز بينه وبين الذنب كجبل فلا يرى المعصية ولا يسمع أصواتها ولا يرى ألوانها ولا حركاتها ولا يشم رائحتها، وهؤلاء هم المحفوظون وهم قليل. والقسم الثاني الحاجز بينهم وبين المعصية كالزجاج لا يستطيعون اختراقه فلا يصلون إليها، لكن يرون حركاتها وألوانها ولا يسمعون أصواتها ولا يشمون روائحها. والقسم الثالث الحاجز بينه وبين المعصية كالماء يمكن أن يخترق بصعوبة ولا يحجز الروائح ولا بعض الأصوات وترى من ورائه الحركات والألوان. والقسم الرابع الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، فهو مع المعصية في لحاف واحد يسهل اختراقه ولا يحجب صوتا ولا رائحة ولا حركة ولا لونا. طيب شيخ، فمن كان الوازع الديني قويا في قلبه فهو برهان الله، كما في قصة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو علامة التدين أيضا. نعم، هو علامة التدين أن يكون الإنسان إذا رأى معاصي الله لم ينتهكها، وإذا خلا بها لم ينتهكها.